السلام عليكم جميعا، مرحبا، كيفكم؟ كيف الصحة؟ ماشي الحال؟ نحن اليوم عندنا لكم مشروب هيدا بتشربوه قبل العلاقة بحوالي ساعة. مكونات هن موز، بتعرف انه الموز فيه الكاليوم والمغنيسيوم، بتحطوا موزة هون، قطعنا نحن هون موزة. كمان عندنا الخيار، الخيار فيه فيتامين البي، كمان هيدا كثير كثير مفيد الخيار اذا بتحطوه مع الموز. الخيار والموز يعني بيعطي طاقة رهيبة رهيبة رهيبة. ذو بنحطهم هون. كمان المكون الثالث هو الجرجير. بتعرف انتو في مثل بيقول اذا عرفت المرأة قيمة الجرجير لزرعته تحت السرير. بتاخدوا ذو هالقديانة منه قد ما عندكم. جرجير هيدا معروف من الاف السنين انه هيدا يعني بيعطي القوة للرجال وللمرأة. بتحطون هون على بركة الله. اسا هذول نحنا بنحط فوقهم عنا زيت زيتون اصلي مش مغشوش. بيت شارجيكم هون بيت زيت زيتون فوق، وبعدين يا حبيبي بنحط فوقهم شوية حليب. ذو حطينا حليب فوق، بعدين بتيجي رشة كركم فوقه، كركم مطحون، بنحط فوقهم شوية قرفة. قرفة كمان كتير رهيب القرفة. بعدين نحن عندنا هون السمسم، بنحط فوق بعدين السمسم، بس نخلطهم بنحط فوق السمسم. بتيجي نبلش نحن نخلطهم، لأنه الخيار فيه حوالي 90% مي. شايفين؟ هسه انتو مثل ما انتو بدكم، انا رح احطلن شوية عسل، شوي مش كتير، بدكم عسل بتحطوا عسل، ما بدكم ما بتحطوا عسل، مثل ما انتو بدكم. منظر جميل جميل. انا رح احط معهم هون بيت السمسم، هذا السمسم معهم. هذا مشروب صار خالص. سو انا عملت هون كوبايتين، انتو عرفتوا على شو انا عملت الكوبايتين هون. طيب يعني هيدا اذا بتقدموه انتو للمدام عندكم او هي بتقدموه لكم وبتشربوه هيدا قبل ساعة، يعني شيء اوتوماتيكيا رح يصير انتو هاللي بدكم اياه، مش هيك؟ كمان مثلا بيقول لو عرفت المرأة قيمة الجرجير لزرعته تحت السرير، مش هيك يا حبيبتي؟ اعملوا مثله لهيدا. انا رح روح اشرب هدول مع مدامتي، وان شاء الله كل شيء رح يصير تمام. بارك الله بكم، الله معكم، مع السلامه. اذا القناة بتعجبكم اعملوا لايك وشاركوا فيها حتى نعطيكم الفيديوهات الجديده. الله معكم ومع السلامه، وبركات الله عليكم جميعا. مع السلامه، باي باي.